السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة متابعي قناة من آخر خلاص. معكم محمد نور الدين. لأول مرة تزور القناة انزل اشترك في القناة تحت على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك وسبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. متابعي القناة، ترتيب فرق الدوري الألماني وترتيب الهدافين بعد انتهاء الجولة السابعة من الدوري الألماني اليوم الأحد 13/10/2021. متابعي الكرام، الجولة بدأت يوم الجمعة 11/10/2021. اليوم الاحد ماينز خسر امام يونيون برلين 1-2، بايرن ميونخ خسر على ملعبه 1-2، احرز هدف بايرن ميونخ ليون غارتسكا في الدقيقه 29، هدفي ايندراخت فرانكفورت في الدقيقه 32 عن طريق مارتن هيردنغير، والهدف الثاني جاء عن طريق فيليب كوستيتش في الدقيقه 83. متابعينا الكرام، ارمينيا بيلفيلد خسر امام بايرن ليفركوزن 0-4، احرز هدف بايرن ليفركوزن موسى ديابي في الدقيقه 18، باتريك تشيك في الدقيقه 24، باتريك تشيك في الدقيقه 57، وديماراي او امير باي ديمير ديمير باي من ضربة جزاء في الدقيقة 92. خلينا نتعرف على نتائج المباريات السابقة. الجولة زي ما قلنا بدأت الجمعة 1-10 بفوز كولن على غرس الفورس 3-1. يوم السبت بروسيا دورتموند فاز على اوكسبورغ 2-1، فولفسبورغ خسر امام بروسيا مونشنجلادباخ 1-3، شتوتغارت فاز على هوفنهايم 3-1، هيرتا برلين خسر امام فرايبورغ 1-2، ولايبزيج فاز على بوخوم 3-0. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الالماني ثم نتعرف على ترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، متصدر ترتيب فرق الدوري الالماني البايرن ما زال متصدر في المركز الاول ب 16 نقطه، ولكن باير ليفركوزن في المركز الثاني ب 16 نقطه ايضا. بروسيا دورتموند المركز الثالث ب 15 نقطه، فرايبورغ المركز الرابع ب 15 نقطه، فولفسبورغ المركز الخامس ب 13 نقطه، كولون المركز السادس ب 12 نقطه، يونيون برلين المركز السابع ب 12 نقطه، لايبزيج المركز الثامن ب 10 نقاط، ماينز المركز التاسع ب 10 نقاط، بروسيا مشغلادباخ المركز العاشر ب10 نقاط، هوفنهايم المركز الحادي عشر ب8 نقاط، شتوتغارت المركز الثاني عشر ب8 نقاط، اينتراخت فرانكفورت المركز الثالث عشر ب8 نقاط، هرتا برلين المركز الرابع عشر ب6 نقاط، اوكسبورغ المركز الخامس عشر ب5 نقاط، ارمينيا بيلفيلد المركز السادس عشر ب4 نقاط، وبوخوم المركز السابع عشر ب4 نقاط، غورسر فورس المركز الثامن عشر والاخير بنقطه واحده. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، متصدر الهدافين ايرلان غالاند لاعب بروسيا دورتموند في المركز الاول بسبعة اهداف، يتساوى مع روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ بسبعة اهداف ايضا. في المركز الثاني باتريك تشيك لاعب باير ليفركوزن بستة اهداف، وفي المركز الثالث تايو لاعب يونيون برلين بخمسة اهداف. المركز الرابع انتوني ديست لاعب كولن باربع اهداف، وكريستوفر نوكونكو لاعب لايفزيك، وفلوريان فيرتس لاعب باير ليفركوزن، وموسى ديابي لاعب باير ليفركوزن، وفي المركز الخامس الياس خيري او خيري لاعب كولم بثلاث اهداف، وجاكوب لاعب اوفنهايم، وجوش كامتش لاعب بايرن ميونخ، ومارك اوليفي لاعب شتوتغارت، ورافائيل لاعب بروسيا دورتموند، وسيرجي جنابري لاعب بايرن ميونخ، وفوتر فيغرست لاعب فولفسبورغ. اشترك في القناه وفعل زر الجرس لاعمل لك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.